السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت. أهلا وسهلا بكم، لو دي أول مرة أرجو ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة من الدروبات، أول حاجة فيهم دروب جديد خاص بعملة فيت شرحناها كذا مرة. تذكير للناس بس، بداية قبل ما نبتدي في الدروب لازم تكون منزل محفظة فيت عندك على الموبايل. هتلاقيني سيب لك اللينك ده عبارة عن لينك تحميل للمحفظة، هتدوس هنا وتنزل البرنامج عندك على الموبايل، وبعد ما تنزله بتخش على الاوبشن بتاع البرنامج، هتلاقي في كلمة ريفير، هتخش عليها هتاخد الكود ده هتحطه في مكان ريفير اول خانة، هيديك 10 عملات، وتعمل دخول يومي على البرنامج نفسه. كل يوم بتعمل شيك بيديك 10 عملات جداد. وبعد كده بعد ما خلصت المهمة دي معانا بقى الدروب الجديد اللي معمول لإيه؟ للعملة نفسها. الايردروب نازل على موقع بيتكوين توك، هيوزع 250 ألف من عملة فيت على شكل 500 لكل واحد هيشتغل على الايردروب. يعني انت اقصى حاجة تاخدها ليك، حتى هو كاتب لك ماكسيمايم، تقدر على ماكسيمايم اكتر حاجة تقدر تاخدها 500 عملة. تمام، الايردروب عبارة عن فورم، وعن موقع بيتكوين توك هنشتغل على الاتنين. المهام مخصوصة ورا بعضها سهلة مفيهاش اي مشكلة. اول مهمة بقول لك اشترك في جروب تليجرام، بعد كده هتعمل بوست على اي جروب من الجروبات الكبيرة الموجودة على التليجرام، بس اهم حاجة يكون عدد الجروب معدي 2000. هتعمل بوست موجود فيه لينك للمحفظة نفسها او لموقع، لو موقع فيت نفسه، ومع حاجة اسمها الوايت بيبر، ممكن نجيب الكلام ده هنجيبه من هنا مفيش اي مشاكل، تقدر ترجع له. تعمل يعني بوست على التليجرام فيما يخص العملة دي. تمام، بس اهم حاجة شرط ان هو يكون عدد اعضاء الجروب نفسه معدين 2000. تاني مهمة، ومش شرط على فكرة المهمة اللي تعدي منك، يعني ممكن مش شرط مش تاخد عليها حاجة، ممكن تاخد على المهمة اللي بعديها، يعني اعمل مهمات على قد ما تقدر ونفذها واكسب منهم مثلا اي حاجة من الدروب نفسه. نيجي بقى كده المهمة اللي بعديها، تعمل سبسكرايب على صفحة سبريدت، سبسكرايب بس للصفحة بتاعتهم. بعد كده المهمة اللي بعديها بيقول لك تعمل بوست برضو على موقع سبريدت فيما يخص العملة ونفس الايه الشروط اللي فاتت دي. بعد كده هتيجي هنا هتعمل فولو للصفحة بتاعتهم على تويتر، وهتعمل لأول بوست ريتويت ولايك. المهمة اللي بعديها على موقع ستيمت هتعمل لهم فولو، وبعد كده هتعمل بوست برضو على موقع ستيم فيما يخص العملة. الشروط ده تنفذها ازاي؟ تعمل كل الشغل ده، وبعد ما تعمله هتيجي هنا في نفس اللينك اللي انا هسيبهولك على موقع بيتكوين توك، انسخ نفس الكلام اللي الناس عاملينه كده وعدل فيه. بمعنى انت مثلا اول سؤال هو بيتكوين توك يوزر نيم اللي هو اسمك، رابط اللينك بتاعك على موقع بيتكوين توك هتحطه هنا، بعد كده اللينك بتاعك او اليوزر بتاعك على تويتر، بعد كده لينك البوست اللي انت عملت له ريتويت، بعد كده الجروب اليوزر بتاعك على جروب تليجرام، واللينك بتاع اليوزر اللينك بتاع البوست اللي انت عملته على الجروب. بعد كده موقع سبريدت بتحط لهم اليوزر بتاعك، ولو في لينك البوست لو انت عملت بوست على موقع ريديت بتحطه هنا. بعد كده فولو اون ستيم، لو انت عملت لهم فولو على ستيم هتقول يس، وتحط الايه اللينك بروفايل بتاعك، ونفس القصة لو عملت بوست. واخر حاجة تحط رقم محفظة الفيد بتاعتك، ودي بتجيبها طبعا من على اي برنامج الموبايل. نفس الكلام ده بتحطه هنا، الشغل اللي انت عملته هتيجي تحط ايه، تحط تملى القناه دي، اليوزر بتاعك، اللينك بروفايل، نفس الكلام اللي حطيته في الموقع هتحطه في الفورم. تمام، ولو في اي سؤال او في اي حاجه ممكن تسالها لي تحت، تسيب لي في التعليقات ايه اوضحها لكم. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، الدروب ده خاص بعمله اسمها فول توكن. الايردروب سهل ما فيهوش اي مشكله، المهام بتاعته حتى بسيطه. انت تاخد من الايردروب ده 4000 عملة بيساوي $20، وعن كل احالة 1000 عملة بيساوي $5. المهمة المطلوبة منك هتعمل فولو للصفحة الجروب بتاع، قصدي هتشترك في جروب بتاعهم بتاع تليجرام، بعد كده هتعمل فولو للصفحة بتاعتهم على تويتر، واول بوست هتعمل له ريتويت ولايك، وتعمل كومنت كمان فيه. بعد كده تثبت الكلام ده بقى الايميل، اليوزر بتاعك اللي على تويتر، اليوزر بتاعك على تليجرام، اللينك اللي انت عملته ريتويت، بعد كده رقم محفظة الاثيريوم والت بتاعتك، واخر خانه بتحط فيها اليوزر بتاع صاحب الاحاله بتاع التليجرام. تمام، نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده سهل جدا،
المهمة فيه سهلة، أول ما يفتح معاك الصفحة تفتح معاك بالشكل ده. أول حاجة طلبها منك رقم محفظة الأسوريوم موبايل بتاعتك، الإيميل، الدولة، بتعلم له صح على جميع الخانات دي وبتدوس نيكست. بيبتدي يطلب منك المهام العادية. أنا مخلصه هنا، يعني هنا اشتراك في جروب تليجرام، خلاص خلصت وحطيت اليوزر بتاعي وعلم صح. بعد كده فولو على تويتر، بتعمل فولو للصفحة على تويتر وبتعلم صح وتحط اليوزر بتاع تويتر. بعد كده فولو على الفيسبوك وتحط برضو نفس القصة اللينك بروفايل بتاعك بتاع الفيسبوك. وبعد كده على موقع الانستجرام وهكذا، تحط اللينك على موقع ميدم وتحط اللينك، على آخر حاجة على موقع ريديت وتعلم صح وكلمة سبميت. الدروب سهل، سيب لكم اللينك بتاعه مفيش أي مشاكل. نخش بقى على الدروب اللي بعده. الدروب ده مرتبط بمنصة هوبا، اللي هوبا لوست، تمام. عبارة الاردروب عبارة عن تويتة موجودة على تويتر، بيطالب منك تعمل له فولو وتعمل ريتويت للبوست ده وهتحط له تاج 2 من الاصدقاء وتملى الفورم. الفورم اهو، هنعمل المهام مع بعض. اول حاجة طالب مني اليوزر بتاعي على تويتر، نحط له اليوزر ونشوف المهمة المطلوبة اهي. لو ريتويت اللي هو طالبه هنا، هنيجي ادي اللي تعمل اول حاجة اللينك اللي انا سايبه لك، البوست ده تعمل هنا فولو، وهتيجي هنا تعمل لايك، تمام. وهتيجي هنا تدوس على كلمة ريتويت، تكتب اي جملة، وهتشوف 2 من الاصدقاء تحطهم كتاج. طالب حاجة تاني، ريتويت اند تاج تو فريندز فايل، تمام. مفيش اي حاجة كده مطلوبة. نكتب هنا انا كومنت ثانكس وريبلاي. نرجع تاني للفورم، الفورم طالب حاجة زيادة، ده كده مفيش اي حاجة زيادة. تويتر تمام، فولو هو مش تأكيد، هو ممكن بس نعمل اشتراك في جروب تليجرام ده. تمام، بعد كده ننزل نحط له هنا اللينك بتاع الريتويت اللي احنا عملناها. حط له هنا الفورم كده وطالب مني الاكونت على موقع هوبا. عشان الرصيد هيوصلك على موقع هوبا فانت لازم تكون مشترك. اول حاجه، اول شرط انت تكون مشترك في الايه، المنصه دي. هسيب لكم رابط تسجيل فيها، التسجيل فيها سهل، تخش هنا على ساين اب، شوف هتشترك بالايميل ولا بالموبايل. لو قلنا مثلا بالايميل، يبقى اول حاجه هنا الايميل بتاعك، اول حاجه هنا تختار، انا اسف، الدوله، وبعد كده تحط هنا الايميل بتاعك، وبعد كده تحط هنا الباسورد، ويجي لك دوس هنا كلمة سند، بيجي لك كود على الايميل بتاعك، بتحط الكود هنا. هو اخر حاجة ده الكود بتاع الاحالة، بسيبه زي ما هو. وتعلم هنا قبل ما تعلم ساين اب، دوس هنا اجري موافق وتدوس ساين اب. نخش كده تسجيل دخول. حاليا ممكن في مشكلة ولا حاجة، المهم هو نفس الفكرة، انت هتسجل وجاك رسالة تفعيل وتخش. في مشكلة تقريبا، مش عارف عندنا في النت ولا على الموقع، هنشوف بس مع بعض. نعمل ريفرش تاني كده ونجرب. لو تقريبا في مشكلة في الموقع نفسه، تمام. انت هتسجل وهتجيلك رسالة تفعيل وهتخش على الايميل. بعد كده انت عملت حساب، هتيجي هنا
هتحط الايميل اللي انت مسجل بيه في الموقع وتدوس كلمة سبميت. تمام، خش بقى على الدروب اللي بعده. الدروب ده هتلاقيني سيب لك الصفحة دي تظهر معاك بالشكل ده. عاوز كويس تركزوا كده فيها. هننزل هنا تحت هنلاقي فيه زي مستطيل صغير مكتوب عليه تحت كلمة تور ريفيل اير دروب، هندوس عليها. تمام، هنبتدي نسجل مع بعض. انا مسجلتش فيه لسه، هنحط هنا بس المهام فوق. احنا قبل ما نسجل تعالى نشتغل على المهام الاول. اول حاجة اشتراك في جروب تليجرام الاول اللي هو ده. تمام، بعد كده اشترك في جروب تليجرام تاني. تمام، بعد كده هنيجي هنا نعمل له فولو على تويتر. وهنعمل ايه؟ على فكره الدروب احنا اشتغلنا فيها قبل كده، بس دي اضافه جديده ان هم خلوا تاكيد البيانات عن طريق الصفحه نفسها من جوه. تمام، هنيجي نعمل هنا وافتح افضل بس على الاكونت التاني بتاع تويتر. تمام، فتحنا كده البوست. لو انت مش عامل فولو تعمل فولو الصفحة، وتيجي هنا تعمل لايك. وهنعمل وقت البوست مع بعض ونشوف شروط. نرجع تاني بس تاني للصفحة. ايه الشروط المطلوبة فيها؟ تيجي بيقول لك ريتويت ويز تاج 10 فريندز. تمام، هناخد التاج مثلا 10 من عندنا. حطينا الكومنت ونحط التاج العشرة. نعدهم بس عشان نتأكد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ده بزيادة. وندوس تويت. تمام كده، نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا. ناخد اللينك بتاع التويت اللي احنا عملناها. نرجع هنا فين؟ لا ده هنا طالب طلبات مختلفة شوية. تمام، احنا المهم عملنا احنا البوست. كل ده هيبقى لنا. احنا عملنا كده اشتراك في جروب تليجرام اول وتاني، وعملنا فولو للصفحة، عملنا ريتويت ب 10 اصدقاء. هنيجي بقى نبتدي نرص البيانات هنا. هنا اول حاجة الايميل، تاني حاجة اليوزر بتاعنا على التليجرام، بعد كده اليوزر بتاعنا على تويتر، بعد كده تويتر فريندستيك. وهنا عاوز الاصدقاء اللي انا عملت لهم تاج. تمام، هناخد كده الاصدقاء اللي انا عملت لهم تاج ونرصهم هنا ورا بعض. تمام، ونيجي هنا رقم محفظة سيريو مال بتاعتنا بالشكل ده، وأضيف له كلمة سبميت. تمام، هو كده بيديك كود إحالة للموقع نفسه عشان تشتغل عليه وتروج للإيردروب نفسه. تاني حاجة معانا برضو حاجة تانية هنشتغل عليها، نفس البيانات اللي احنا دخلناها هندخلها هنا. احنا الدروب ده اشتغلنا عليه قبل كده كفورم لوحده، بس كانت النقطة الفايتانة الوحيدة اللي هو الموقع اللي احنا لازم نسجل بياناتنا عن طريق الفورم اللي هو داخل الموقع نفسه، هو البيانات بطريقة مختلفة. هنيجي أول حاجة الإيميل، هندخل اليوزر التليجرام، اليوزر بتاع تويتر،
تمام. وهنيجي هنا هنحط التاج للأصدقاء اللي احنا عملناهم تاج، تقريبا هي نفس البيانات. وهندوس هنا رقم محفظة الأسرية والموبايل بتاعتنا، وندوس ايه سبميت. بكده الدروب ده انتهى معانا، معاك كده رابط الإحالة هتروج له، ومعاك اللي هنا الايه اليوزر. لازم تحط البيانات اللي نفس اللي حطيتها في الفورم نفس البيانات تحطها في الموقع نفسه. نيجي بعد كده معانا اير دروب، هو شغال لغايه دلوقتي وانا شرحته له كذا مره، وفي نفس الوقت المفاجاه اللي هو بالنسبه له ان هو خلاص يوم 28/5 اتفتحت له منصه نقدر نبيع عليها العمله منها. هو الاير دروب كان عباره عن بلوج، يعني موقع كده متخصص في العملات الالكترونيه عامه، يعني او في مواضيع كتير من ضمنها مثلا بلوك تشين، العملات اللي هي الالكترونيه، الفاينانس، اي حاجه امور ماليه، السياحه، عباره عن مدونه بتكتب فيها اي حاجه انت عاوزها. كانت عامله عمله خاصه بيها اسمها سي بي ان تي، اس بي ان تي. كانت زي تسجيل، بتسجل عادي ايميل باسورد، وبعد كده بتاخد رابط الاحاله بتاعك بتروج له وتشتغل عليه. كنت مثلا بتكتب مقالات ازاي، انت خلاص سجلت في الموقع، تيجي هنا تعمل مثلا مقاله، المقاله دي بتزود لك رصيد، ده تايتل بتاعها، ده الموضوع، بتحط ترفق صوره، بتحط تاج، وبتدوس باست، تمام. بتروج لرابط الاحاله، بتروج لرابط الاحاله بتاعك، وبعد عن طريق مثلا بنخش فين، ثانيه واحده، نخش على هنا بالشكل ده، هتخش على اكونت سكيورتي، لا مش هنا برضو، فايلت، لا انا مش متذكر، ريفير، بترجع لهم، يبقى تدوس هنا هوم، وبتجيب رابط الاحاله بتاعك بتروج له، بتدي للناس الكود ده. الكود ده هو يعتبر ايه، الناس لما بتيجي تسجل بتسجل عن طريق الكود بتاعك، فبتاخد ايه احالات. الاحالات بتكسبك مبالغ كويسه غير ايه المواضيع اللي انت تعملها، انت المواضيع اللي انت بتعملها لحد ذاتها فيها مكسب. تاني خبر للناس برضو ان هو الموقع فتح خلاص، السحب جوه الموقع نفسه، لو دخلنا على غايه خلاص السحب اتفتح. تيجي دلوقتي اكتب لي هنا اللوك، يعني انا معايا 24000 من العمله، اللوك ممكن اقدر ابعتهم عشان المنصه اللي ممكن تبعت عليها خلاص فاضل كام يوم، النهارده 26. هذا الخبر اللي هو على منصه بي بوكس، المنصه فتحت السحب بالنسبه لعمله سي بي ان تبتدا من يوم 28. يعني حاليا مش هتلاقي العمله موجوده على المنصه، بس من يوم 28 هتلاقي العمله موجوده، تقدر تحطها على المنصه وتبيعها باذن الله. فهسيب لكم اول حاجه رابط الاير دروب اللي نحب الناس اللي حابه تسجل لسه في الموقع، لسه شغال، تقدر تروج لرابط الاحلات بتاعتك. تاني حاجه هسيب لك رابط المنصه اللي تقدر تبيع عليها العمله بتاعتك. اخر حاجه معانا ده بس تسجيل للناس بالاير دروب. ده الاير دروب سهل، عباره بيفتح معاك بيجيب لك خانه تحط فيها الايميل بتاعك، هو خاص بعمله اسمها هوريكس او اتش اكس ار او هيكسرو. بتحط الايميل، وبعد كده مجرد ما بتدوس ساين اب بيجيلك رساله تفعيل على الايميل وبيفتح معاك بالشكل ده. ده رابط الاحاله بتاعك، بتاخد له تروج له، بتعمل اشترك في الجروب بتاعهم على الفيسبوك، وبتعمل لهم شير على تويتر، وبكده ايه مفيش مشاكل. اي حد بيسجل عن طريقك بتاخد 100 من عمله اتش اكس ار او. نخش بعد كده على اخر دروب، تذكير بس للناس الدروب ده مهم، والعمله بتاعته هيبقى سعرها عالي جدا. انت كون مجرد تسجيلك بتاخد 10 عملات، وبتقدر تروج للاحاله بتاعك عن طريق الايميل. يعني هتلاقيني سيب لك رابط التسجيل في المنصه، وانت بتلاقي خانه من الخانات هوضح لكم الدنيا دلوقتي. لما بتيجي تسجل نعمل مثلا ساين اب، بتيجي هنا تحط الايميل، اسمك انت اول واسمك الاخير، وبعد كده الايميل بتاعك، بس هي مش ظاهره هنا حاليا قصادكم. بالنسبه اللي هيجي يسجل هتلاقي في خانه في النص اسمها ريفيل ايميل او ايميل صاحب الاحاله، استاذنك بس هتحط الايميل بتاعي، تمام. هي ظهرت هنا، تمام. انت لما تيجي تسجل كده وضحت لي الصوره شويه، يمكن اكون واخد بالي. لما تيجي تسجل هستاذنك في طلب، نجيبها بس من الاول عشان اوضح لكم الصوره. مثلا لو ما جالكش على طول على صفحه التسجيل، هتيجي هنا على كلمه ساين اب، بعد كده هتختار هاف ريفيل، او انا ممكن اسيب لك اللينك على طول على هاف ريفيل، تمام. هتحط هنا اسمك الاول واسمك الاخير، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الايميل بتاع صاحب الاحاله، وهنا الباسورد، الباسورد، وبتدوس ساين اب. بعد كده بتجيلك رساله تفعيل على الايميل، بتفعل، بتاخد انت كده 10 عملات، وصاحب الاحاله بياخد 10 عملات، تمام. بكده ايه الشغل اللي معانا انتهى النهارده. اتمنى يا رب يكون شرح عجبكم، وانا اسف على الاطاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.